انا والشاب اللي عندي مشكل مع شابه كما وصفها اي من الجمال. انا واحد الشاب او ضحيه ديال فيديو تسرب اللي كانوا كيهضروا ليا فيه، اللي قاسوا كرامتي، قاسوا عائلتي، الام ديالي. بغيت نوضح بزاف، كما خرجت الشابه كتوضح بان ما سرقت ليا لا فلوس او كانوا مستحقات ديالها او خدمه. هي ما كانتش خدامه معايا، هي كانت صديقه ديالي. ما يمكنش تكون خدامه معايا ونقول صديقه ديالي. ابار سا كانوا كنقول كانوا كنعرف بالخدمه ديالي كو انا اورغانيزاتور دي سواري في اي بي، بحال كندفع الماكله. سي سا، ما كاينش شي حاجه اللي مقله للخيال، ما كاينش شي حاجه اللي خايبه، وما كاينش شي حاجه اللي محرمه. بزاف الناس او بزاف ديال لي كومونتير اللي قالوا بان انا كندير طهاره او شي حاجه، ما كاينش هادشي. واللي قال هادشي كان كنقول ليه خليت لك الله، انا كندفع الماكله بوان فينال و كوم ان تريتور. سي سا، كنبغي نقول لك اختي اللي كتهضري عليا بزاف، ور الا كان داكشي دليل عليا انا، قد هكا عليا انا، خرجي قوليه ووريه المغاربه، وانا كنعطيك الوقت باش تخرجي توري المغاربه الدليل. شنو العلاقه ديالك بعدا بها؟ كيفاش كتجمع؟ قلتي الصديقه ديالك شحال من عام انت كتعرف؟ 300 300 300. وهذا الفيديو هذا اللي تسرب اللي تكلمتي عليه باللي راه تنشر في الانستغرام وهذا ديالاش، شنو واش انت كنتي في حاله ماشي هذه؟ لا لا لا، هذا الفيديو ما كنتش فيه انا، كان ابل فيديو كما قالوا كما قلتي، ابل فيديو مع الصديقه ديالها كتهضر عليا ولا الوالده ديالي ولا البروبليم اللي كانوا دازو بيني وبينها. سي سا، وتلاح كانوا ديري تصويرتي في الفيديو وتلاح، وبامكاني ان ندير شكايه تشهير بيك وبصاحبتك ونغلبك. واحد اللي كيتسمى تشهير، انا ماشي الاول اللي خرجت للاعلام، ماشي انا اللي هضرت، انت اللي هضرتي وانت اللي شهرتي بيا. وهذا المشكل عطاو بزاف ناس اهميه، الصحافه كيهضروا، كلشي كيهضر، الناس كتدور، شي واحد يحطوا كومون ديالي في كومونتير كيدوروا، كيبقى يقولوا الو دنيا غالي. والله الا البارح خرجت للزلقه، اقسم بالله الا كيعيطوا لي الناس غالي 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 غالي، شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ وكنبغي نقول لك فاش بدو الام ديالك، شنو علاقة الأم ديالك بهذا الموضوع أصلا؟ بأن قالت لك هضرت معها في واتساب وسبتها وقالت لها تفرقي على ولدي. هادشي اللي دار، شي حاجه اخرى؟ لا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.